حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها قبل دخول شهر ذي الحجة، أي حد ناوي يضحي في العيد لازم يبقى عارف حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي أمرنا فيه بالإمساك عن قص الأظافر أو الشعر قبل دخول أول ليلة من الشهر ده. يلا نشوف نص الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. يعني قبل أول يوم في شهر ذي الحجة لازم الشخص اللي ناوي يذبح حاجة في عيد الأضحى يمتنع عن قص أي شعر في جسمه ويمتنع عن قص الأظافر، وده لغاية لما يذبح. الأمر ده فيه تشبه بالمحرم، يعني زي ما المحرم في الحج في نفس التوقيت ده بيمتنع عن قص شعره أو أظافره، فكذلك غير المحرم ليه نصيب من شعائر النسك، فبيستشعر بده أحوال الحجاج، وربنا بيعطيه من الفضل والرحمة ما يشاء. فسبحان الله على سعة كرمه وفضله. للتذكير، آخر معاد لقص الأظافر أو الشعر هو قبل مغرب يوم الأربع 29/6/2022 و30/12/1443. عرف المعلومات دي لغيرك وما تنساش تصلي على النبي. وكل سنة وانتوا طيبين، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. سلام.